بسم الله الرحمن الرحيم. قاوتنا اول يوم دائما تاع السويت في بزان. بون هذه المناسبه حبينا نديروا مسابقه صغيره مع صحاب قاوتنا ومن هاتوا كاين شويه اونكونس. المسابقه عباره عن اسئله خاصه بالطيور ان شاء الله، ممكن نشوفوا لا قدنا الاخر اسئله دينيه صغيره، اللي جاوب نيشان عنده مكمل غذائي تاع الجيز ان شاء الله. طيب نبدا الاخ الاول ان شاء الله. السلام عليكم خوتي، انت صادق رقم 2 ان شاء الله. صح الرحمن صغير. اول سؤال ان شاء الله فيما يخص المقنين. صحيح. عندنا مقنين، تخيل مقنين. صحيح. عندنا مقنين الطول تاعه 13 سنتيمتر. صحيح 13 سنتيمتر. وهنا في المرقة تاعه عندها البياض تاعه شو عندها شريط ابيض. هكا شوية. هل هذا المقنين يعتبر بارفا ام لا؟ هذا قلنا فيه 13 سنتيمتر. هل يعتبر مقنين بارفا ام لا؟ مليوني بصراحة. بارك الله. بعد ما شي بارفا. صوتي مع المتسابقة في الثلاثة إن شاء الله. أنت متسابق يجب إجابة صحيحة. اسم الله خير محمد خير الأسماء. محمد سؤال صغير إن شاء الله. عدنا كناري الشكل من نوع جلوستر هاي كناري الشكل وشبنا موزايك موزايك حمر. هل نستطيع أن نزوج ما بين الجلوستر والموزايك الأحمر؟ مرمر على شخنا صارني عليه فهم شو جلوستر يسمى كناري الشكل والموزايك كناري اللون. هل نستطيع ليكو كناري اللون ليكو ولا كناري الشكل على قصير معناها والله في خير. أسكو التزوج هذا صحيح أم خاطئ؟ بارك الله لأنه شكي كيف أربعة إن شاء الله. اسمك مروان. مروان فونا مروان. أنا مروان كسخونة شوية. قال لك هو زعما فور كل شيء كسخونة. ويا مروان. عندنا طائر كناري. صحيح. وعندنا طائر دوري.
حيط ضاوش الحين هل نستطيع أن نزوج طالع الحين مع كنار زوج الحين كنا كنا مربي في الكاشة اللي كان قدروا كوف ديوه بس لكي تكون فيه بس يعرف رقلا ويعرف مع كنار وحنا العين واش يقول نفس العائلة يعني وراثيا مش عندهم نفس عدد الكروموسومات أكبر عم مثال مش نبصر الله خيل ننسى متى يقول هل نستطيع أن نزوج قرد بإنسان ما ما نفس السؤال جاي هل نستطيع أن نزوج طاقة دوري ما نستطيع لا نستطيع يا أخويا مبارك هذا الإنسان يعني هذا الإنسان قال كريم قال لك هو يلعب ديس بصح في التجار ماشي في الصالح هذا غادي نخرجوا ديس في البالون في البالون الجوار تاعنا تاع الوار الجوار تاع الوار هذا ما شاء الله هيا شوف هنا سؤال بسيط سؤال ديني صغير بسيط زوجة اسم زوجة النبي صلى الله عليه وسلم اسم زوجة النبي صلى الله عليه وسلم كريم صحتك خويا خاوتي المتصدر الأخير إن شاء الله هذا اللي عندي اليوم في السوني بصنع إيش فحكم خاوتي اسمك الله عبد المؤمن عبد المؤمن طرحوا له سؤال بسيط أنا عيشة مروان ما هو الموسم المفضل لتزوج طائر الكناري اول حاجه حراره الطعام ثاني حاجه واهم حاجه وهي شوف وهي عدد ساعات الاضاءه لان الطير ربي سبحانه وتعالى خلق له هنا ما بين المقاطع في المنطقه يعطيها الساعه البيولوجيه شحال ما يبقى يطلع في النهار هو يحس بطلعه الصيف كي عاد ساعه الاضاءه يبلغ 13 الى 14 ساعه في النهار الزوج اوتوماتيكيا يبلغ ان شاء الله هيا بمعنى يوجد ينتج صحيح خوتي هذه هي باك الله يوفقك ربي يحفظك ان شاء الله اللي ما شاركوش خوتي بارك الله فيكم نتمنى نقول للناس اللي راه كاين صوت جديد كيف عاد عندنا الصوره في بورتي صافي مشكور مرحبا بهم كاع الولايات مرحبا يا خوتي ربي يحفظكم السلام عليكم